مشاريع إنسانية في سوريا تجد طريقها لتطوير فكرات المساعدة وانتقال من إعطاء مساعدات عينية إلى تدريب المحتاجين لهذه الهبات ليصير لديهم مهنة وعملا يحولهم لأشخاص منتجين. كاميرا سي جي تي إن العربية زارت مشروع الإحسان الخيري لترصد هذه التجربة. انطلق مشروع جمعية الإحسان الخيرية بتدريب مجموعة من الأرامل والنازحين إلى مدينة جرمانة بريف دمشق ليتعلموا مهنة يعتاشون منها في خطوة أسموها أنا أستطيع. المشروع وجد من لأجل تأمين فرصة عمل للناس المهجرة والناس اللي محتاجة عمل واللي ظروفها الاجتماعية صعبة. ففعلا من خلال سياق المشروع لمسنا انه هذا المشروع كان كتير مناسب وامن، يعني الدخل المناسب لهالعالم هاي بدل ما انها تروح على ابواب المساعدات وتستنى كرتونة المساعدات. وطبعا كان هذا الامر مقرون باشعار هالناس هاي انه انتو ناس لكم قيمة في هالحياة. أمن المشروع 40 فرصة عمل لمحتاجين صار لديهم مهنتهم الخاصة، واستطاع دخول سوق العمل بطرائق ذكية للتسويق ليكونوا جزءا من العملية الاقتصادية في البلاد. عملنا يعني حوالي 40 فرصة عمل أمن من مكانات موجودة وما زالت إلى الآن تعمل بكل طاقتها وكل إنتاجياتها لتأمن قطعة تكون للسوق وللمستهلك مباشرة، منشان نوفر على المستهلك موضوع هذا الربح اللي بيكون وسيط بين التاجر والمستهلك. حاليا صار عندنا في إنتاج، فينا ننتج بحدود 1500 قطعة بالشهر. لم يعد أي من هؤلاء بانتظار معونة من أحد، كما تعزز شعورهم بإنسانيتهم وأهميتهم في المجتمع كأعضاء منتجين. استشهد جوزي بالأحداث وعندي 3 بنات، وقبل ما بلشت اشتغل كنت قاعدة بالبيت واتقبل مساعدات من العالم، وصار فكرة مشروع الأحسان. خبروني عنه، جيت سجلت فيه، إلي 9 شهور بشتغل بمشروع الأحسان والحمد لله، يعني عم بشتغل واعتمدت على حالي وصرت يعني صرت قدم لأولادي كل شيء تقريبا بحاجته إنه خلال شغلي، ما عاد تحتاج حدا. السبب الإرهاب اللي صار بالدير هو اللي دعانا للتهجير، وأنا كشخص يعني اضطرينا للمساعدات، فإجا المشروع تبع الإحسان إنه مساعدة جمعية خيرية، إنه أنا أأمن مستقبلي بإيدي، أنا يعني أتعلم أتأهل إنه أكون منتجة بالمشروع. فكرة المشغل هذه خطوة متقدمة في العطاء والعمل الإنساني لمساعدة مستدامة تقدم دعما إنسانيا مجتمعيا أمضى وأكثر فائدة. يقول مثل صيني: بدل أن تطعمني سمكة أفضل أن تعلمني كيفية الصيد. هذا تماما ما كان يفكر به أصحاب جمعية الإحسان عندما قاموا بتدريب تلك الفتيات على صنعة ومهنة يحترفونها وتعلموها ووجدوا عملا يسترزقون منه لهم ولأبنائهم. لقناة سي جي تي إن العربية، يعرب خير بيك، دمشق.